برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر نور الشباب. نبدأ نهارنا بالإنجيل المقدس واليوم مع الأب جوزيف سعد الراهب الماروني المريمي. المجد لله. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنوصي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. وبعد 8 أيام كان التلاميذ مجتمعين أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب موصدة ووقف في وسطهم وقال: السلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي، وهات يدك أيضا وضعها في جنبي، وأقلع عن الإنكار وكن رجل إيمان. أجاب توما: ربي وإلهي. فقال له يسوع: لأنك رأيتني آمنت، فطوبى للذين لم يروا وآمنوا. وصنع يسوع أمام التلاميذ آيات أخرى كثيرة لم تدون في هذا الكتاب، وإنما دونت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، فتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه حقا والأمان لجميعكم. المجد لك يا رب، المجد لك. بالأحد اللي عم نحتفل فيه اليوم، الكنيسة بتحط قدامنا إنجيل توما، منشوف هالآية يلي بيرد فيها ربنا على توما وبيقول له: طوبى للذين لم يروا وآمنوا. هالآية يلي بتواكب العصور يلي تعرفت على يسوع على المخلص من بعد ما كان يسوع عايش بين التلاميذ وبين الشعب اليهودي لمدة 33 سنة. اليوم هالكلام موجه لنا نحن المسيحيين المنتشرين بالعالم وعلى الكرة الأرضية، عم بيقلنا يسوع اليوم: طوبى لكم، أو بغير معنى كمان نيالكم، لأنه نحن اليوم عم نعيش حياتنا المسيحية مبنية على إيمان، على إيمان بإله، على إيمان بشخص وثقنا فيه، تعرفنا عليه بدون ما نشوفه، بنحكي معه، بنتفاعل معه، إنما اليوم ولا مرة كان عنا هيدا الملمس أو هيدا التعاطي المباشر معه وجها لوجه. اليوم بزيت الوقت الكنيسة عم تحتفل بالتجديد، وبواضحة معنا بالإنجيل بس تقول: وبعد 8 أيام، يعني انطلقنا من الأحد للأحد، وإذا بنجي من عدة 8 أيام بنخلص بالتنين، إنما اليهود كانوا دايما ينطلقوا بالعد من النهار اللي هن فيه. فإذا اليوم يوحنا عم بعد من أحد الأيام، أول نهار من بعدها من هيدا النهار انطلاقا منه، و8 أيام بنرجع لأحد تاني اللي هو أحد الثاني بعد القيامة. فاليوم بنشوف هالكنيسة عم تتجدد، يعني اليوم عم نرجع ننطلق من أول وجديد، انتهى أول أسبوع وفتنا بالأسبوع الجديد، من هون منسميه الأحد الجديد، الانطلاقة الجديدة والإيمان المتجدد. هون بنشوف توما كيف عم بيقول: ربي وإلهي، من بعد ما يسوع قال له: يا توما كن رجل إيمان. توما بقي مصر وبقي معند اليوم انه انا اذا ما حطيت اصبعي بايدين يسوع وشفت وين المسمار، وما حطيت ايدي بجنبه محل ما كانت الحربه، ما رح امن. توما سكر عيونه، سكر سمعه، سكر ايمانه على الملموس، قالوا اذا ما في شيء من هيدول انا ولا يمكن امن انه يسوع قام. فاذا توما مش الخط اليهودي، مش الخط الفريسي، مش الخط يلي هو اذا انا اليوم ما في ملموس قدامي، ما في براهين قدامي، يسوع جسمين انسرق. يعني اليوم توما صار برات إيمانه، برات هالثلاث سنين يلي عيشهم مع يسوع لسبب واحد، حتى نقدر نحن نعيش إيمان توما، تنقدر نحن نكتشف إنه نيالنا مؤمنين، نيالنا صدقنا، نيالنا عم نصغي، عم نتابع إله حي يعيش بيناتنا. إنما في ميزة وحيدة: غائب وحاضر بذات الوقت. أول فعل إيمان كان على الصليب مع نيكوديموس ويوسف الرامي، بس قالوا: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت.
ومن وقتها الكنيسة بتعيش على هيدا الإيمان ونحن ورثناه ومننطلق فيه. معطومة الأصبع يلي حطه اليوم بجروحات يسوع عم بيمثل هالكنيسة يلي نحن مننتمي لإلنا. بالذبيحة الإلهية يسوع يصلب من جديد، بالذبيحة الإلهية هالجسد هالخبز والخمر بيتحولوا لجسد ودم يسوع المسيح. ولأنه قلب الإنسان قاسي، ولأنه أوقات كتيرة منطلب علامات ومنفوت بديباجات مع ربنا، كانت يمكن من أعظم العجائب عجيبة أورفيتو بإيطاليا يلي كان الكاهن عم بيشك بأنه هل فعلا ربنا موجود قدام كل الاضطهاد اللي كانت عم بتعيشه الكنيسة بوقتها. وصل لدرجة أنه شك حتى هالإربانة يلي بين إيديه ممكن تتحول، للحظة كان عم يفقد إيمانه، بلحظتها بتتحول هالخبزة لقطعة لحم عايشة وفيها دم وبتكون شقفة من قلب يسوع. فإذا نحن إيماننا مبني على أساس إنسان إله جسد بيناتنا وعيش هالحب معنا وعيش هالتضحية كرمالنا، وأحبنا حتى الصليب حتى بالآخر ما يبقى شيء منه، أخلى ذاته حتى نحن اليوم نكون عم نعيش. من هون من بعد مار أغسطينوس عنده هالجملة الشهيرة: أحبب وافعل ما تشاء. اليوم منه حب الامتلاك، منه حب الغرام، منه حب أنه أنا أخنق اللي من حولي بحبي وباهتمامي، إنما اليوم عم نحكي نحن عن حب المحبة يلي بتنفتح على الكل، يلي بتتجه صوب الكل، يلي ما بتحاسب ما بتحاكم، بتسامح بتغفر، ودائما هم واحد إن تبني الشخص اللي قدامه. اليوم بزيت وقت هالكنيسة عم بتعيد عيد الرحمة الإلهية. هالعيد إذا بدنا نيجي نعيده مثل كل هالأعياد، بنقول الكنيسة حددت التاريخ ومشيت بالرحمة الإلهية بالتسعية اللي بتبدأ بنهار الجمعة العظيمة تتنتهي اليوم. إنما اليوم في إنعام خاص إضافة للإنعام اللي عطينا إياه البابا إنه السنة سنة مار يوسف، على أعياد مار يوسف رح يكون عنا هالغفران الكامل. اليوم كمان قداس اعتراف والصلاة على نية البابا بتخلينا ننال الغفران الكامل. إنما اليوم هالغفران الكامل منه عن خطايانا، منه اليوم إذا أنا فت اعترفت للأبونا خطاياي رح تغفر كلها، اعترفت فيها سميتها أو ما سميتها. اليوم بالاعتراف الخطايا كلها بتروح، أكيد اللي بيعترف فيها، اللي نسيها كون نسيها، بس اليوم اللي بيعترف فيه بيختفي. وبقلنا إياها يسوع: إذا كانت خطاياكم كالقرمز فأنا أبيضها كالثلج. فإذا اليوم كل خطية أنا بعترف فيها بتنتهي. فإذا السؤال: شو بستفيد من الغفران الكامل؟ الغفران الكامل هو موجه لليوم لكل استحقاق أنا أخليت فيه، لكل أذية أنا تسببت فيها اعترفت فيها. إنما اليوم في محل بدي عود، في محل هالخطية جرحت بعده حدا يداوي هيدا الجرح. أوقات كتير أعمالنا بتكون كافية، وأوقات كتير وبمعظمها أعمالنا بتكون ناقصة، وبيكون بعده هالجرح موجود بالشخص التاني اللي مقابله. فاليوم بهيدي النعمة يلي عم تعطينا إياها الكنيسة، بهيدي النعمة يلي عم يوجدها الروح القدس بيناتنا، عم بتكون عنا الفرصة إنه نكون عم نغطي بهالمحبة بهيدا السر هالنقص يلي خلقناه بالشخص اللي موجود قدامنا. ومن هون منشوف بهيدا الإنجيل هالاندفاع بالروح القدس يلي كان يسوع عم بحضر تلاميذه لإله. منشوف توما اليوم يلي لحظة اللي شك يسوع ظهر، ومن بعد ما أعطى تلاميذه السلام كان حديثه مباشر لتوما، قاله تعال عندي وما تكون شكك، تعال عندي وما تكون متزعزع بإيمانك، مثل ما صار مع مار بطرس لحظة اللي قال له بآخر لقاء، قال له أنا مستعد روح معك للموت، برد عليه يسوع وبيقول له رح تنكرني 3 مرات قبل ما يصيح الضيق. وصح الضيق 3 مرات، كان مار بطرس خان يسوع 3 مرات. كنا بنقول هون أنه مار بطرس تعلم، أنه صارت واضحة قدامه، اختبر يسوع على المزبوط. إنما هذا الشيء ما كان كافي عند مار بطرس، بيرجع مرة تانية بيشك وبيغار وبيعيش هالضعف البشري. ما يسوع لحظة اللي بيسأله عن يوحنا أنه بيقول له هيدا شو مصيره،
بيكون جواب يسوع بيقول له انت اهتم بحالك، ما قالك علي اليوم اذا هو بيعيش للأبدية، بيعيش لمجيء الملكوت. وما تعلم مر بطرس، بقي شكيك وبقي ضعيف، رغم انه يسوع اليوم سلمه الكنيسة، جعل منه هالصخرة يلي بني عليها كنيسته. مر بطرس لحظة اللي وصل للموت بروما طب غراضه وكان هربان من روما ليلتقي بيسوع المسيح فايت تيموت محله، وكانت الجملة الشهيرة باللاتيني كوفاديس، إلى أين أنت ذاهب؟ بيسألوا مر بطرس ليسوع بيقول له لوين أنت رايح؟ إنه عم بيقتلونا بروما وأنا هربان، أنت لوين رايح؟ بيقول له يسوع أنا فايت موت محلك. ومن هون مر بطرس بيرجع بيرتد لإيمانه وبيرجع على روما وبيموت، وبتكون نهاية مر بطرس إنما استمرارية للحياة المسيحية يلي كان عم بيهتم فيها. شفنا توما اليوم يلي شك، وبذات الوقت كمان شفنا يهوذا يلي قد ما كان متخيل إنه خطيته عظيمة وما إنه قادر يوصل لمحل شنق حاله. بس نحن اليوم بنعتبر إنه عند ربنا المغفرة قوية، عند ربنا اليوم ما في حدا ما عنده مجال للتوبة. من هون اليوم الدعوة لإلنا بهيدا النهار، أول شغلة ما نشك إنه يسوع حدنا معنا بكل لحظة، ما نشك إنه يسوع قادر على المستحيل، ما نشك إنه يسوع دايما عم بيسعى حتى نكون عم نعيش بمجده، تكون عم نعيش بكرامة، تكون عم نعيش بحريتنا ونختار نحن شو اللي بدنا إياه. وضروري كتير منيح اليوم نكون مثل توما، نعرف نحط إصبعنا وإيدنا بجراحات بألام يسوع، حتى دايما نكون عم نقول مع مرتومة ربي وإلهي، ويكون دايما قلنا هالطوبة أنه نحن آمنا ولم نرى. وبالآخر سؤال تكلنا نفكر فيه اليوم، أنا مين اليوم؟ أنا إذا بدي أعرف عن حالي كيف بعرف عن حالي؟ وأنا شو بكون بالنسبة لغيري؟ آمين. مشاهدينا رح نتوقف نحن وياكم مع فاصل، ومنرجع من بعده نتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم مع الأب جوزيف سعد. ارسمي لوحة لي تماما كما ترينني الآن، وتحت هذه اللوحة يجب أن تضعي الكلمات التالية: يا يسوع أنا أثق بك، أرغب في أن تكرم هذه الصورة في كنيستك أولا ومن ثم في العالم أجمع. هيدي كانت كلمات السيد المسيح لما ظهر بالعام 1931 على القديسة فوستينا لأول مرة وطلب منا رسم صورة الرحمة الإلهية. حاولت القديسة فوستين جاهدة أن ترسم الصورة بنفسها ولكن دون جدوى، فاستعانت من خلال مرشدها الأب ميشيل سوبوكو برسام يدعى يوجينيوس كازيميروسكي، كان قد درس الرسم بفارسوفيا وكراكوفيا وباريس وروسيا وإيطاليا. وصارت فوستين تروح على منزل الرسام على مدة 6 شهور برفقها الأب سوبوكو، اللي كان بنفسه يرتدي ثوب المسيح ليشكل نموذج، وكانت تشير للرسام كيف بتشوف المسيح، مصححة جميع التفاصيل خاصة وأنه يسوع أفصح لإلها: إن نظرتي على هذه الرسمة هي نفسها التي كانت في عيني على الصليب. فبيظهر النور الساطع بيخرج من القلب، والنور اللي على الجبين بيشير لوجود الآب، أما وضعية الرجلين فهي بتظهر أنه يسوع واصل نحو كل مين بيتأمل فيه، بينما إيده اليمين بتبارك ببطء. أما الشعاعين اللي ما بينفصلوا فبيشيروا للمي والدم، الشعاع الشاحب بيرمز للمي اللي بتبرر الأنفس،
فيما الشعاع الأحمر بيرمز للدم اللي هو حياة الأنفس. وقد قال السيد المسيح لفوسطين: هذان الشعاعان انبثقا من أحشاء رحمتي، فيما قلبي الذي كان ينازع على الصليب ثقب بالحربة. إلا أن اللوحة المرسومة خلت فوسطين تبكي، فقالت: رأيت أن يسوع في اللوحة لم يكن بجمال يسوع حقيقة وتألمت لذلك. قصدت الكنيسة وقلت للرب: من سيرسمك بالجمال الذي أنت عليه؟ وفجأة سمعت هالكلمات: عظمة اللوحة لا تكمن في جمال الألوان ولا في لمسة الريشة، بل في نعمتي. لوحة يسوع الرحمة عرضت لأول مرة أمام العلن بكنيسة سيدة الرحمة بفيلنيوس عاصمة ليتوانيا بين 26 و28 نيسان من العام 1935، وذلك بحضور الأخت فوسطين، فيما ألقى الأب سوبوكو عظة حول الرحمة الإلهية. وبتقول فوسطين: عندما بدأ معرفي بعظته حول الرحمة الإلهية، اتخذت اللوحة شكلاً حياً وتغلغل الشعاعان في قلوب الأشخاص الموجودين، ففرحت روحي كثيراً لرؤية نعمة الرب. ومع نهاية القداس شافت يسوع مثل ما هو مرسوم على اللوحة، وكان الرب عم بيبارك الجميع، والشعاعان انتشروا على العالم بأسره. لفترة طويلة شكك الجميع بوحي فوسطين، إلى أن رفعت الشكوك حوله وحول لوحة الرحمة الإلهية خلال حبرية البابا القديس يوحنا بولس الثاني. وضعت اللوحة بكنيسة الثالوث الأقدس بفيلينيوس، وقد أصبحت مزار مفتوح ليل نهار للحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم. عودة لكم مشاهدينا لنتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم مع الأب جوزيف سعد. أبونا اسمح لي رحب فيك عن جديد معنا. مرسي كثير لك أنطوني، وينعاد عليك بعدنا لليوم منعيد بهالأيامة، وبتمنى يا ريت أنا اليوم سألت سؤال بختام هالإنجيل، يا ريت قادر تجاوبني حتى نقدر نكفي ونفهم اليوم لحظة اللي منجاوب عن حالنا ومنقول أو منعرف عن حالنا أنا مين، شو مفروض أو وين بتكون مشاركة يسوع بحياتنا. اليوم نحن مين؟ إذا بدي أعرفك عن حالي اليوم، أنا اسمي أنطوني، منبلش فيها. أنا اسمي أنطوني، عمري 24 سنة، معي شهادة بالإعلام وبشتغل بنور الشباب. واليوم كل واحد منا بعتيد، إذا بدي بعد أتعمق أكثر، اليوم كل واحد منا عم يجرب يفهم هو شو رسالته بالحياة وشو الهدف يلي هو بيكون عم بيعمله بهالحياة. اليوم أنطوني قلت لي عم تشتغل بنور الشباب، فرضاً بطلت عم تشتغل بنور الشباب، ما بقى فيك تقول عم بشتغل بنور الشباب. صح. وإذا خسرت شهادتك ما فيك تقول أنا دارس إعلام. بذات الوقت أنت اليوم عمرك 24 سنة، بس هالعمر عم بيتغير مع الوقت، يعني منه ملك لإلك. اليوم أنا لحظة اللي بدي أعرف عن حالي كتير مهم، انطلق من أولويات ثابتة بحياتي، أعرف من خلالها أنه اليوم شو ما تغير من حولي هذا الشيء ثابت. فأنا اليوم حلو بس كون عم بعرف عن حالي، أكيد من اللي قال الاجتماعية أنه أول شيء أقول اسمي، أنه أنا اليوم جوزيف سعد، قبل ما أقول عن حالي أنا الأب جوزيف سعد. بس حلو كمان أقول أنا مسيحي ابن الله. هو الشغلتين لو شو ما صار من حولي ما بيتزعزعوا، ما بيتغيروا، إنما الباقي اليوم إن كان شغلي إن كان عائلتي إن كان مجتمعي كله ضمن نقطة تغير، ضمن نقطة خسران تحول، فيني اليوم امتلكهم وفيني بكل بساطة بلحظة ما عود امتلك شيء. فاليوم الأولوية بحياتنا هي اللي بتخليني أعرف اليوم أنا شو اللي بدي إياه، صوب وين بدي انطلق، على شو عم فتش. بس إذا اليوم هالأولوية مرتبطة فيي، لحظة اللي أنا بتزعزع نتفي بضيع كل السلم اللي أنا عم بشتغل عليه، وبصير عن جد بدي فتش على أنا مين. لأنه بكل بساطة هالأولوية اللي كنت حاططها، هالانطلاقة والزخم يلي مبني على ذاتي وكياني بطل موجود. أبونا اليوم السؤال رح ضلني بذات السياق، سؤال أنا مين؟ اليوم الطريقة اللي نحن رايحين عليها، طب نحن كيف منوصل لنعرف نجاوب على هذا السؤال
أنا مين؟ أنا شو المطلوب مني؟ أنا شو رسالتي؟ التنوع اللي منعيش فيه والإيمان اللي منربى عليه هن الجواب. بالكنيسة تعودنا نقول دايماً أحفظ يوم الرب، ومنقول دايماً أنه قداس الأحد هو الأساس، وإذا بتقدس الأحد قريت الجمعة منه إلزام القداس. وإذا نجي منطلع عليها هالقداس اليوم يلي بياخد من جمعتنا ساعة واحدة هو الباكج والتغذية يلي كافية تأنا اليوم أرجع أنطلع على مدار 6 أيام أو 7 أيام كونا بعيش البشارة. مثل هالتلاميذ يلي كانوا اليوم نسمعنا بالإنجيل كانوا في الداخل، بالداخل يعني مسكرين منغلقين، في تسكير في تكوين. اليوم كل شيء بدك تأسسه أول شيء بتبلش بمحل مسكر تخلق له كيانه ووجوده وبتأسسه، ومن بعدها نشوف بالعنصرة هالتلاميذ انطلقوا للشعب اليهودي، انطلقوا للعالم حتى يبشروا. اليوم يسوع عم بيدعينا إلى الداخل إلى الكنيسة حتى نقعد ساعة نختني منه ونرجع ننطلق على 7 أيام نكون عم نعيش هالقيامة بهالمجتمع يلي نحن بننتمي لقله، بهالرسالة يلي كل حدا منا باختلافه باختلاف موقعه عم بعيشها بطريقة مختلفة عن كل واحد تاني، وعم بيكون عم بيوصل رسالة فيها بدون ما تكون انت قاصد صورة ربنا وجواب لكل شخص عم تلتقى فيه بحياتك. من هون عن هالموضوع قد ايه نحن اليوم ايماننا منه مبني بس على الكلام، انما هو مبني على الافعال وعلى هالتعاطي يلي ربنا بيسمح ببعض الاوقات انه انا اليوم اتواجد بحياة الشخص التاني. خوري شاب اول ما مرتسم عينوه بضايعة، خوري اللي فيها ختيار كبير، بعطوه محله تيرتاح الخوري. وصل الشاب ملبك ضايع انه اليوم بدي اوصل واقدس بالضايعة، العالم معودة على الخوري اللي كان قبلي، كيف بدي فوت كيف بدي اوعظ وانا بعد مش واعظ ولا مرة ومش مقدس قدام هيدي الجماعة قبل بمرة. ايه موصل عند الخوري اللي كان قبله الكبير وقال له ابونا ساعدني لهالمرة حضر لي الوعظة، انا بطلع بقراها هيك باخد فكرة انت كيف عم بتحضر وعظتك وبفهم شوي هالرعية اللي انا فايت عليها كيف معقول اوعظة وكيف معقول اتصرف معها. وافق معه الخوري وكتب له الوعظة. وصل الأحد الأبونا عم بيقدس ملبك، أول مرة عم بيقدس قدام الرعية، وصل وقت الوعظة خلص مفوكس على الوراق اللي معه وعم بيقرأ عم بيقرأ عم بيقرأ عم بيقرأ عم بيقرأ، وصل لكعب الصفحة الخوري كتب له قلوب الصفحة حتى ينتبه إنه بعد في صفحة ورا التانية. وصل على أول كعب أول صفحة قلوب الصفحة، قلب الصفحة وكفى. وصل على كعب تاني صفحة كمان قرق لوب الصفحة وقلب الصفحة وكفة. زدت الشيء على تالت صفحة قرب الكعب لوب الصفحة، وعم بيوعظ وعم بيقرأ مثل ما هي مكتوبة. خلص نؤمن، خلص القداس، فات على السكرستية عم بيشلح البدلة حتى يرجع يطلع، بفوت لعنده شاب بيقول له أبونا كتر خيرك على هالوعظة، أثرت فيي كتير وشقلبت لي حياتي. انبسط الأبونا حب يعرف انه شو هي الكلمة او شو هي الفكرة يلي لمسته، انه الابونا قاري 4 صفحات اليوم، شو هي الكلمة اللي لمسته خلته يفوت يعبر عن شعوره بهيدي الطريقة. الابونا مجرد ما قلت لي قلوب الصفحة 3 مرات شقلبت لي حياتي، انا كنت جاي ميأس جاي عم شوف وين معقول كمل بحياتي، حياتي خربانة ما بقى عندي شيء، جاي على امل نهائي انه انا اليوم شوف شو معقول ربنا يقول لي او شو معقول انا اخذ جواب من الكنيسة. قلت لي 3 مرات قلوب الصفحة فغيرتني وانا اليوم ظاهر من عندك شاب جديد. فاليوم هالكلمة قلوب الصفحة يلي منا ضمن الوعظة هي بشكلية الوعظة، انما لابونا اليوم على رعبه وعلى خوفه وتلبكه كانت هالمساج يلي خلص هيدا الانسان من المحنة والمرحلة اللي مارق فيها. فنحن اليوم أوقات كلمات من زتها ما بنعرف شو قيمتها، أوقات حضور بالنسبة لنا هو كتير على الهامش، هو بس أنه إيه أنا جيت، بذات الوقت بيكون بحياة أشخاص تانية هو الفاعل يلي بيخلي اللي مقابلك يتشقلب ويغير بحياته، وبتوصل وقت تسمع بقلك ميرسي وبتتفاجأ أنه أنت اليوم
منك عامل شيء غير الشيء يمكن انت مقتنع فيه، غير الشيء اللي انت كنت عم تعمله يمكن من منطلق واجبات او يمكن من منطلق عم تتعلم شيء جديد. ابونا بدي ارجع شوي انا وياك يمكن على انجيلنا اللي عالجناه اليوم واللي حضرتك حكيت عنه. من الانجيل اليوم بنشوف السيد المسيح بيظهر بالجسد وبيظهر ايضا، وعلى هذا الجسد موجوده بعض الجروحات بالوقت يلي نحن عارفين انه المسيح كان في يظهر بمجده هو، اذا ممكن نقولها بهالطريقه، ومن دون اي جروحات. شو كان الهدف اليوم او شو الرساله اللي كان بده يوصلها من وراء الظهور بهيدا الشكل؟ كانت واضحة بالنسبة ليسوع أنه ينقض الشك اللي موجود عند التلاميذ. لو يسوع ظهر بجسد غير جسده هو، كان يرجع يعرف التلاميذ عن حاله من أول وجديد. كانوا قالوا بعد الموت في شيء تاني، أو لأنه مات صار هيك. ولو ظهر ما فيها العلامات بجسمه، كانوا يمكن مش هو اللي مات. يعني أنه يمكن يوم صار فيه تحول، يوم صار فيه تغير، مش هو اللي مات وقام. أو يمكن كانت بتطرح عدة مطارح نقط شكوك بدأ تخلق ضاضع أو شك بالكنيسة. فكان يوم يسوع همه الأول أنه يعرفوا أنه هذا أنا، هذا أنا. أنه اليوم تقول أنا هو عند اليهود هي يعني أنا الله. فاليوم يسوع كانت واضحة بيقول لتلاميذه أنا هو اللي تعرفت عليه، أنا هو بالمجد، أنا هو الإنسان، أنا هو الإله، ما في شيء تغير فيه، إنما هذا الجسد الممجد مثل ما كان عايش بينتكم على الأرض مكفل مسيرة بعدين. وهون الدعوة لنا اليوم عم بفرجينا يسوع إنه في حياة ما بعد الموت، في استمرارية لهالجسد، رغم إنه نحن بنقول اليوم الجسد فاني، إنما اليوم لأنه صار في تلامس بينه وبين هالروح اللي هي مقدسة تقدس. من هون بنشوف بأعمال الرسل وبالرسائل اللي كانوا يبعثون الرسل بين بعضهم، كانوا يحكوا عن جماعة القديسين. يعني حتى بوقتها كلمة قديسين منا كلمة جديدة، إنما جماعة المؤمنين هي القديسين. يلي معناته شو؟ يعني أنا اليوم قديس وأنت قديس، كل هالمجتمع اللي عايشين فيه هو مجتمع قديسين. الفرق والامتياز اللي فيه أنا قد اليوم بعيش قداستي، قد أنا اليوم مستعد روح وغوص بعمق هيدي القداسة. شفنا اليوم مار شربل استحبس، الحردينة عايش بنص المجتمع ضمن الدار، همه كان الشعب والتعليم والوعظ. عندك علمانية تقدست ضمن شغلة الأطباء وعالم كتير اليوم وأطفال ضمن الحياة اللي كانوا عم بيعيشوها عايشوا القداسة. فإذا اليوم أنا ما في يقول فلان قديس أنا كتير بعيد عنه، فلان كذا نحن شو بيوصلنا لفلان. اليوم الطريق واضحة، يسوع بموته وقيامته ثبت طريق الجلجلة، ثبت طريق العجايب، ثبت كلماته ووعظاته لقلنا نحن تنمشي على خطاه. طريق مختلف وطريقك مختلف، إنما اليوم الطريق هو واحد. كيف منعيشه وكيف منمشي عليه؟ هون بتصير شطارتي وشطارتك وشطارة تميزنا عن بعضنا حتى نوصل ونتقدس. رفقة بالألم تقدست. فإذا اليوم أنا كيف بعيش، كيف بتفاعل مع يسوع، كيف بتفاعل بإيماني مع الأشخاص اللي عايشين من حولي، قادر أنا أكون مغناطيس للعالم، قادر أكون مغناطيس بخدمة ربنا. هيدي كتير أساسية اليوم مثل ما بيقولها يوحنا اليوم، وإن آمنتم باسم يسوع لكم الخلاص. فإذا ما فيها العالم تآمن فيه، ما فيها العالم تمشي وراي، ما فيها تقول العالم لأنه الأبونا هونيك رايحين نقدس هونيك، أو لأنه هذا الأبونا عم بيقدس هونيك كلنا طالعين على السماء، أو لأنه فلين كذا. بدنا نعرف اليوم شغلة واحدة وكتير أساسية، الخلاص يسوع المسيح. بده يكون إيماني ثابت بيسوع المسيح مش بالتكوين اللي موجودة حولي، لأنه مثل ما قلنا بنرجع على السؤال أنا مين. إذا أنا اليوم عم ببني ذاتي وعم ببني هالمغناطيس على كياني أنا، على وجودي أنا، عن جد نحن من أشقى العالم، وعن جد نحن عم نعيش رسالة وهوية منا لقلنا، لأنه أنا اليوم عم بجذب العالم تجاهي أنا الفاني. فاليوم شغلتي لازم تكون مغناطيس بخدمة كلمة الله، لازم يكون أنا هالجاذبية يلي بتشد العالم صوب كلمة الله حتى يكتشفوا الله من خلالي، ويقدروا من بعده ينطلقوا ويعيشوا هني خبرتهم الخاصة مع يسوع، ويكونوا بذات الوقت مغناطيس للعالم اللي موجودة من حوله. أبونا بدي أتوقف عند كلمة قلتها حضرتك، ينقض الشك.
اليوم بنشوف انه المسيح لما حضرتك فسرتها، لما المسيح فات واعطيهم السلام توجه دغري لتوما. لما المسيح بيعطينا دلائل حسيه لوجوده معنا، هل بيكون هيدا الشيء كسعيا منه ليشفي ايماننا او ليرتقي فينا بالايمان؟ العلامات يلي منعيشها بحياتنا بتختلف، ومن هون بتسمع كتير هيدا السؤال، ليش مع فلان صار عجيبة معي ما صار عجيبة؟ صح. أنا اليوم عم صلي بكل إيمان، ربنا ما استجاب يمكن لفلان، أنا بعرف أنه يمكن اليوم إيمانه قد إيمانه. المهم ننطلق من نقطة أنه أنا اليوم مش علي دين، علي دايما انطلق انطلاقة المحبة، انطلاقة أنه ربنا بيعرف لحظة اللي لازم يتصرف ولحظة اللي لازم يتدخل. يسوع أراد بنهار القيامة أو بأول ظهور كان لإله أنه طوما ما يكون بين التلاميذ تنعيش اليوم هيدا الفعل الإيمان، لأنه لو كان طوما موجود وظهر يسوع انتهيت وما عشنا هالخبرة مع طوما، ما عشنا هالخبرة اللي بتختلف برجع لك من شخص للتاني. فإذا اليوم مع طوما كان مباشر، مع بطرس كان مباشر، ظهر وقال له فايت موت محلك، يعني اليوم صار وعارف بطرس أنه مصيره الموت، رجع ومات. وزيت الشيء بحياتنا نحن اليوم يسوع ما بيشفي إيماننا، إيماننا ثابت، إنما إيماننا بحاجة يكبر، بحاجة يضل عم بينما معه حتى نحن نكون رغم هالضوضاء اللي عايشين فيها ما عم يتزعزع إيماننا. اليوم مشهورين صرنا فيها، بس نسمع عجيبة أو بخور طلع محل أو صورة رشحت زيت في عالم طالعة دغري، بزيت الوقت يلي إنه هو كل يوم في ذبيحة عم تتحول فيها الخبزة لجسد والخمر لدم، بس لأنه بكل بساطة ماني عم شوف هيدا الحس الإنساني العلمي أنه عم تتحول، بالنسبة لإلي شيء كتير عادي ما في شيء سبيسيال. عفوا، هيدا الشيء هل بيدل على ضعف بإيماننا بمحل معين؟ فينا نعتبره كضعف إيمان؟ في ضعف وفي بزيت الوقت مسيرة بدنا نمشي فيها. اليوم ما فيك تقلي من أول لحظة، من أول ما فتح عيوني اليوم أنه يسوع مات وقام كرمالك، ما راح أفهمها. بس أنا اليوم وقت اللي بعيش بكنف هالكنيسة، وقت اللي بفوت إلى الداخل مثل هالتلميذ يلي عايشوا ما يسوع هالخبرة على مدة 40 يوم ترجعوا عايشوا العنصرة، بالأربعين يوم كانت مدرسة، يسوع رجع واحد تلميذ على 3 سنين يلي كان عايشوا معهم، شو كان عم بيخبرهم عن إيش اللي كان عم بيحكيها؟ يسوع كان واضح وقال لهم يا أكثر من مرة رح موت وقوم باليوم الثالث، بس برضو ما كانوا قادرين يستوعبوا هذه الفكرة. ومنشوفها لحظة اللي وصلوا المريمات وخبروا التلميذ انه يسوع قام من الموت، بطرس ويوحنا ركضوا على القبر، ووصل يوحنا بس ما فات، وقف على الباب. يوحنا اليوم بيمثل الإيمان الكنيسة يلي بمجرد ما شاف القبر مفتوح إيمان، بطرس بيمثل الشك داخل الكنيسة، بيمثل هالإنسان يلي دايما عم بيسعى يلمس ويكتشف ويختبر غياب هالجسد، وبزيت الوقت هالسمبول يلي انه مش موجود يعني ايه. بطرس فات تيكون بالنسبة لنا هالنظرة العادمة، هالنظرة يلي بتأكد انه يسوع قام من الموت. يوحنا وقف على الباب ما فات، مجرد ما وصل على باب القبر وشاف الحجر من ايه قال جملة توما بينه وبين حلو ربي وإلهي. بطرس فات لجوا تأكد انه القماش فاضي، يسوع ما انه موجود، القبر فارغ، ثبت ايمانه. وبنرجع بنشوف كيف رجع تزعزع ايمانه. فاذا اليوم الايمان ما انه دائما هالكريشندو يلي انا ببلش وبطلع طلوع، الايمان مثل دقات القلب، مثل ما بنشوفه على الجهاز يلي بيفحص دقات القلب، في طلوع في نزول. بس دائما بنرجع مثل ما قلنا بالحلقات الماضيه، في ضربه فوق اكبر دائما من الضربه اللي تحت. ولحظه اللي بقول انا بايماني ثابت، أنا إنسان ميت، أنا إنسان بيجهل لربنا. من هون بيخبروا عن مار فرانسيس، بس كان يزور رهبانه بأديارهم، كان بس يوصل ويتفق ويقولوا له إنه اليوم يسألوا شو عندكم مشاكل بالدار، كانوا بس يقولوا له في عنا هالمشكلة في عنا هالمشكلة، يفوت على الكنيسة ويصلي يقول بشرك يا رب إنك موجود. لو وصل على الدار وقالوا له الرهبان نحن هون ما عنا مشاكل، تركن وركض على الكنيسة قال له ربنا أنت وين؟ ما فينا نكون عايشين بهيدا الفطور مع ربنا بهيدا الاستابيليتي. أنا لأنه عم بسعى اكتشف ربنا مع الوقت، في كتير اشياء أنا بنيتها بصورة الله منا مزبوطة رح تكون عم تتكسر،
أنا اليوم كل ما اكتشف ربنا، كل ما بعمر، كل ما بكسر الصورة القديمة بالإنسان اللي موجود فيه، لأنه ربنا ما فيك تكسر فيه. إنما اليوم أنا كل ما أتعرف على يسوع بكسر بهالإنسان يلي هو أنا، هالصور يلي خلقتها عن يسوع ويلي بذات الوقت بتمثل جزء منه منه هو. أبونا بسؤال أخير، حضرتك قلت يسوع قال كن رجل إيمان. لما بنحكي اليوم عن رجل إيمان أو لما بنقول نحن أبناء الإيمان، شو هي الصفات اللي بنكون عم نحكي عنها؟ رجل الإيمان أول شيء اللي بنرجع بنتذكرها مار يوسف بي العيلة اللي كانوا الإنجيل بيقول عنه كان رجلا بارا. أول شيء اللي بدي أعرف كلمة الله. إيماني منه مبني على المشاعر، على حبيبي يسوع أو أول الطريق حلوين بس ما بيوصلوا لبعدين. اليوم علي يكون أعرف أقرأ كلمة الله وأفهم هالكلمة، لأنه اليوم هالإنجيل وهالكلمة اللي عم بقراهن منن قصة، منن لحظة اللي أنا بحاجة بفتح الكتاب وبشوف ربنا شو بيقول لي بهيدي اللحظة. فيها تكون جواب بس بذات الوقت بدي أروح لأبعد من هيك، بدي أعيش ربنا بكل حدث، بكل شخص، بكل كلمة اليوم عم تمرق بحياتي. فاليوم الكتاب المقدس هو الانطلاقة للثبات بالإيمان. الكنيسة يلي هي ركن، يلي هي الداخل يلي دايما نحن منه ننطلق إلى الخارج، من هون منعيش تعليم البابوات، تعليم الكنيسة والإيمان والشكليات يلي بتطرحها الكنيسة. مثل اليوم الكنيسة طالبة منا نتناول بالإيد، كنا نتناول بالتم، صرنا نتناول بالإيد. قبل بما مضى كانت العالم تتناول بالإيد، نحن مارونيا المناولة بلشت عنا بالإيد. قد أكلت جسدك المقدس وعيني التي لم ترى موسى بها. إنه اليوم هالترتيلة كانوا يرتلوها قبل ما يتناولوا كل شخص بشخصه هالإربانة، كانوا يحطوا عيونهم عليها حتى عن جد يكون ربنا بهالحواس اللي عم بيعيش فيها الإنسان عم بيتقدس من خلال هالإربانة. مع عبر التاريخ اضطرينا نرجع نتناول بالتم، واليوم الظروف فرضت انه نحن نتناول بالايد. انا هذا الشيء ما بيتغير بايماني، بعد هالاربانه اللي عم بتناولها فيها كل تكوينها وفيها كل الاصول. فمن هون لقينا الكتاب المقدس، الكنيسه، وبذات الوقت اخر شيء هالخبره اللي انا بعيشها مع يسوع بدها تطلع وتنزل. بس كثير مهم اليوم انا اعرف انه مقابل كل طلعه في نزله، بس بذات الوقت بس كون تحت اعرف انه انا كنت على راس الجبل مع يسوع وقادر بإيماني حرك كل جبل بيعترض طريقي. لأنه إذا أنا قلت في جبل قدامي يعني أنا بالكعب، يعني أنا مطلوب مني اليوم بإيماني أصعد هالجبل وغير هالنظرة اللي أنا عم بتطلع فيها وتكون نظرة من فوق، نظرة مجد، نظرة فرح مع يسوع المسيح. أبونا جوزيف، بختام لقائنا اليوم كلمة أخيرة. عشنا اليوم مع توما هالتغيير، وشفنا اليوم هالاعتراف يلي عم بيقول فيه ربي وإلهي. اختبرنا مع توما هالحياة اللي نحن منعيشها، الضعف الإنساني اللي كتير من الأوقات نحن بنبني على نقط أوقات كتيرة ومنخلق فيها شك لحالنا نحن، ومنصير نبني على إشياء ومنصير نسكر الطرقات بدرب بعضنا أو يمكن حتى بحياتنا نحن الذاتية، ومنود نعرف نطلع منها غير ما نلمس بحياتنا ربنا، أو يمكن غير ما ننكسر ونرجع نفتش على ربنا يسوع المسيح وين بيكون موجود. فاليوم الدعوة لإلنا نكون مثل توما، لحظة يلي اكتشف وجود هالرب وشيل الشك من قلبه صرخ ربي وإلهي. نحن اليوم طوبى لنا، لأنه نحن بكل لحظة بحياتنا عم نصرخ ربي وإلهي. فاليوم الدعوة لإلنا نحن نثبت بإيماننا، دعوة لإلنا نحن نعرف ننطلق. والأهم من هيدا كله، اليوم عم نعيش سنة توبة، عم نعيش سنة غفران، عم نعيش حالة استثنائية عم بعيش العالم كله معنا. قد حلو نحن اليوم نكون عم نختبر عن جد فعل هالاعتراف، فعل التوبة، فعل هالانكسار بالذات حتى عن جد يكون الرب عم بيرجع يغنينا من ذاته. وهون بختم بخبرية كتير سريعة بتقليد عن شعب كان عندهم هالعادة، لحظة اللي بينكسر صحن بورسلين، باس بورسلين يلي احنا منحطهم ومنزين فيهم، بالعادة نحن معودين منجيب تلزيق منلزقه أو حتى يمكن منكبه. عند هالشعوب كانوا يستعملوا الذهب تيرجعوا يجمعوا هيدا الطبق أو هيدا الفاز تيفرجوا
انه حتى لو انكسر بس يرجع ينجمع، رح ينجمع اقوى ورح ينجمع اغنى ورح يكون مميز عن الباقيين يلي انصنعوا مثله. فاليوم الدعوة لقلنا نتميز بمجتمعنا، دعوة لقلنا نختلف بإيماننا وبحياتنا عن كل شخص عم بيعيش هالحياة مجرد يعيشها، لنختلف بقراراتنا بأفكارنا باختباراتنا، حتى عن جد نكون مسيح آخر، حتى عن جد نكون مغناطيس بكلامنا وأفعالنا لربنا يسوع المسيح. الأب جوزيف سعد الراهب الماروني لمريم، بدي أتشكرك على وقتك ومشاركتك معنا. مرسي كتير إلك أنطوني، وإن شاء الله دايما بنلتقى إن شاء الله. مشاهدينا، بدي أتشكر متابعتكم لنا وأتمنى لكم أحد مبارك. إلى اللقاء.